حياة طيبة، حياتك تكون طيبة. يسلط عليك، نعم لما تكونين انت سيئة يسلط عليك البشر اللي هم وحوش البشر. احنا البشر ترى مو كلهم بشر، بني آدمين، اكو بشر هم وحوش، هم ما يعتبرون نفسهم بشر. نعم ريم، يحبب الناس بي، يحبب زوجك بيج، يحبب جيرانك بيج، يحبب مديرك بيج، ما يخلي مديرك يظلمك، ما يخلي زوجك يظلمك. يعني أنا أعطيكم مثل، اسمعوني أحسنت يا نور، والله إنك نور على نور، وما أصابكم. زين أنتوا القرآن اللي إحنا نقرأه ونختمه هياته حبيبتي، أنت نبي اللي إذا تقول الأنبياء الله صلاة عليهم البشر، أنت نبي بس تكونين نبي نتكلم بالموضوع. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. زين زين إحنا نختم القرآن برمضان ونختم القرآن بالكذا، ويمكن 116,000 مرة قارين القرآن، ها؟ وبعدين نجي نقول رب العالمين كتب لي هالكذبة، الله الله ابتلى الأنبياء. حبايبي انتوا ما لكم علاقة بالأنبياء، الأنبياء يا جماعة ابتلاءاتهم ابتلاءات كشف حتى الناس تصدق بيهم، ابتلاءاتهم ابتلاءات رب العالمين يبتليهم حتى الناس تصدق بالمعجزات اللي تصير عندهم. الله كان قبل يدز الأنبياء للناس حتى يحذروهم، كافي عاد لا تسوون هيجي، كافي عاد تبدأ تسووا غلط، قوم لوط، قوم إلى فرعون، إلى يدز الأنبياء. كان أكو أنبياء، ها، يدزهم